جينا اليوم باش ننظموا وقفة احتجاجية بمستشفى الجهوي الحسن الثاني باش نناضلوا على حقوقنا المشروعة، يعني ملف مطلب يشمل مجموعة من النقط أبرزها ظروف التكوين. ظروف التكوين فللأسف حنا كنلقاو ظروف تكوين كارثية في هذا المستشفى هذا الذي لا يليق بطبيب داخلي ولا طبيب مختص، يعني في غياب توفر مستشفى جامعي. فهنايا لا المصالح الاستشفائيه الساعات ديالها ما كتكفيناش كاملين باش نختاروا التخصص ديالنا وباش نزودوا المهام ديالنا الاعتياديه. المصلحه المستعجلات يعني كاين فيها فقدان الامن والمعدات البسيطه، يعني ابسط المعدات اللي كتسمح لنا اننا نقوم بمعاينه يوم يعني عاديه، يعني ابسط الاشياء ككبابات او القفه الطبيه ما كنتوفروش عليها هنا في المستشفى. يعني دائما كنعاودوا نفس الخطابات باش انهم يوفروا لنا هذه المعدات لكن بدون جدوى. كذلك المعدات في المصالح الاستشفائيه غير مؤهله لتكوين طبيب مختص، لذلك حنا كنطالبوا من هذا المنبر التعجيل بتوفير المستشفى الجامعي حتى يمكننا نزولوا التخصص ديالنا باختيار ديالنا، كيفما بحالنا بحال كاع الاطباء الداخليين ديال المغرب كامل، كيفما كتضمنوا لنا وزاره الصحه على طبقا للاتفاقيه ديالنا معها في 2011. وشكرا. اليوم بغينا نديروا وقفه احتجاجيه في المستشفى الجهوي الاكادير باش نعبروا على المشاكل اللي عندنا وهذا الاضراب اللي حنا دابا تقريبا شهر وحنا فيه وباقي ما وصلنا حتى شي حل مع الاداره بنظرا لانها ما كتجاوبش معنا وما دخلاتش معنا في شي حوار جاد. الوغ المشاكل اللي عندنا المطالب ديولنا ماشي شي مطالب اللي تعجيزيه واغلبيه ديالهم الحل ديالهم تقني وبيد الاداره اللي تقدر بطبيعه الحال تحلو في نهار ولا في يومين، ولكن لسوء الحظ حنا دابا في شهر ديال التماطل وباقي ما وصلنا حتى شي حل. الوغ المطالب الاولين اول مطلب عندنا بطبيعه الحال اللي هو الحق في التخصص واللي هو حق مكفول بما في ذلك اتفاق مع وزاره الصحه في سنه 2011 اللي كيعطينا حريه اختيار التخصص بعد سنتين من الداخليه. المشكل الثاني واللي هو كنعانيو منه هو ما عندناش التغطيه الصحيه، وانتم عارفين بلي الاطباء راهم معرضين لبزاف ديال الاخطار المهنيه وعادت في الفتره ديال الكوفيد ومع ذلك ما عندناش تغطيه صحيه وهذا الشيء علاش حنا كنناضلوا عليها. المشكل الثالث اللي عندنا هو كيف ما كتعرفوا نظرا لخصوصيه المهنه ديال الطبيب الداخلي لانه كيقضي واحد عدد كبير ديال الساعات في الخدمه ديالو، فبالتالي فان الماكل والسكن ديالو كيكونوا مكفولين من طرف الدوله وهذا الشيء كاين في القانون، ولكن لسوء الحظ في اكادير تحرمنا من هذا الحق لمده سنتين وحنا بطبيعه الحال كنطالبوا غير بالتعويض عليه وصافي. كنشهدوا في سبيطار الحسن الثاني وقفه احتجاجيه سلميه للاطباء الداخليين ديال المستشفى الجامعي في اكادير اللي كيديروا المهام ديالهم دابا في المستشفى الجهوي حسن الثاني، اللي هي وقفه سلميه 90 للطبيب الداخلي كطالب بطرقهم وحقوقهم المشروعه. هاد الاطباء الداخليين ثلاثه البروموسيون، البروموسيون الثالثه تصادفات بانها ما عندهاش الحق تختار التخصص ديالها المشروع. هذه كانت نقطه التي افاضت الكاس ديال بزاف المشاكل اللي عندنا في هذه المنظومه. هذه المشاكل اللي هما اول حاجه اللي افاضت الكاس هي حق التخصص، ثاني حاجه هي الحق المشروع في الماكل والمشرب، ثالث حاجه واللي خطيره بزاف هي ظروف التكوين. كما كنعرفوا هاد الاطباء الداخليين خاصهم يكونوا في مستشفى جامعي، هذا المستشفى هذا جابوا الاداره جابتنا هنايا المستشفى جهوي على اساس انه مستشفى جامعي، الوغ الظروف ديال التكوين اللي هنايا غير ملائمه بتاتا مع مستشفى جامعي. كاين نقص في الامكانيات، نقص في التاهيلات، في الاطر اللي غيفورميو هاد الاطباء الداخليين، حيت الاطباء الداخليين هم باقي في الفورماسيون ديالهم، باقي في خاصهم اللي اثرهم تاثير. الوغ كاين نقص في هاد الاطر اللي خاصهم يفورميو هاد الناس هادو، كاين نقص عددي وكاين نقص في الامكانيات. والمستشفى الجهوي نهار على نهار كيتزادوا الناس، هو مستشفى غير جهوي غير مخصص لهادشي ديالنا. يعني المطالب ديالنا هو تحسين وضعيه العمل وتسريع من وتيرات بناء المستشفى الجامعي. هاد وتيرات العمل ديال المستشفى الجامعي اللي كان خاصو يتصايب فان 2021 اللي تتماطل من صباح عام على عام غادي وكيبعد داكشي وداكشي باقي بعيد. حنايا دابا هنايا كيجيبوا الاطباء الداخليين للمستشفى جهوي وكيزيدوا عام على عام 30 واحد 40 واحد، الوغ كالكاليتي الفورماسيون ما كايناش، ما كاينش امكانيات، ما كاين حتى شي حاجه. يعني شحال عام على عام كنطالبوا في حاجه وكاين الاذن الصامه ما كيسمعوش لينا اش تنقولوا. ودابا هاد الوقفه هذه اللي هي سلميه
حاولوا يمنعوها بزاف المرات الوغ كي وقفه سلميه ل 90 طبيب داخلي من حقهم يضربوا حقوقهم مشروعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.